السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو واللي غادي نهضروا فيه على بعض لاعبي المنتخب المغربي اللي ارتفعت القيمه التسويقيه ديالهم، وهذا امر عادي جدا ومتوقع بعد التالق الغير مسبوق في قطر بعد الوصول لنصف نهائي المونديال. دقيقه واحده صديقي المشاهد، ما تنساش تشترك في القناه باش تنضم للعائله الصغيره، شكرا لكم. ففي الوقت اللي حسم فيه عدد كبير من اللاعبين اللي شاركوا في المونديال الوجهه الجديده بعد انتهاء البطوله العالميه، لا تزال حتى الان عروض لاعبي المنتخب المغربي كتدور في مكانها بسبب رؤساء الانديه ديال الاسود اللي كيطلبوا بمبالغ كبيره. نبداو بصخره دفاع سفيان امرابط واللي القيمه التسويقيه ديالو حسب موقع ترانسفير ماركت كتوصل الى 25 مليون اورو. المغربي اصطدم مع رغبات جيزيف كوميسو الرئيس ديال نادي فيورنتينا الايطالي واللي كيشترط مبلغ مالي لا يقل عن 50 مليون اورو لمناقشه اي عرض كيتوصل به اللاعب سفيان. بالنسبه لحارس عري الاسود ياسين بونو اللي القيمه التسويقيه ديالو حسب موقع ترانسفير ماركت تصل الى 15 مليون اورو، رئيس نادي اشبيليا جوزيف كوميسو كيشترط مبلغ 33 مليون اورو لبيعه. جعل كل من العملاق الالماني باير ميونخ وفريق الشياطين الاحمر مانشستر يونايتد يرفضان التفاوض بسبب هذا السعر، وكيبقى عز الدين اناحي اكثر لاعب مغربي تم ربطه بنحو 12 نادي بعد المونديال من الدوريات الاوروبيه الخمسه الكبرى، واللي رفض رئيس اونجي الفرنسي بيعه لنابولي واللي قدم عرض مالي في حدود 15 مليون اورو، كما تقدم ليدز وليستر يونايتد بمبلغ اكثر، الا انه يشترط 48 مليون يورو لبيع المغربي الذي يتوصل براتب اقل من مليون يورو سنويا. حنا كمغاربه وعشاق للمنتخب المغربي نخشى ان تقع انتكاسه ذهنيه للاعبين بسبب رؤساء الانديه ووكلاء اللاعبين، ونتمنى ان تتحقق احلامهم بانطلاق افضل مع انديه اكبر. وصلنا الى نهايه الفيديو، اتمنى ان يلقى هذا التقرير اعجابكم وتعليقاتكم، ولا تنسوا الصلاه والسلام، نلتقي في فيديو افضل، الى اللقاء.